انا يطق لي براغي بالنقابه وعمل حالك كفيلي مو هيك القصه. طول بالك. لك شو طول بالي؟ انا اخر الزمان يتوجه لي انذار من النقابه؟ عود لنحكي. ما بدنا نحكي. انا بس كنت جاي اقول لك يا حيف وامشي. اسمعني بالاول، عود لنحكي، واذا لقيتني غلطان انا جاهز اللي بدك اياه. عود عود. صبحي، انت من اول ما اشتغلت هون شفت مني شيء غلط او حركه هيك ولا هيك؟ كريم شو بدك تقول؟ جاوبني الاول. شرف احكي. معناها اسمعني بالعقل وبدون تعصيب. لك يا اخي احكي. انا خبرت النقابه من شانك مو من شاني. حبيت اوصلك الموضوع بطريقه الطف وما اضايقك. وبشو بدك تضايقني؟ اجى الامن وسالوا عنك، كانوا ناويين ياخذوك الاستجواب. وبالف يا ويلاه وبمليون بوسه ايد وعدتهم انه النقابه توجه لك انذار. لا اقنعته انك وقتها كنت سكران مو وعيان اللي عم تعمله. وانا بصراحه لك صبحي ماني ناوي فوت بسين وجيل وجعي فراس، وهذا المحل رزقته على عدته. من شان هيك خبرت النقابه، قلت لحالي يكون انذار مهني اهون بكتير من انه يكون امري، خاصه لواحد بقيمتك وتاريخك. ماشي بدك تجي اليوم مو هيك؟ ايه. امشي يلا خلصينا بلا شمسة يلا يلا باي يلا مايك. لك يا وينك يا زلمة؟ شو ساعة؟ مشان الله لا تواخذني، بس كان عندي مكنة مستعجلة عم خرطشها. اي سيدي وين وصلنا؟ خلاص حبيبنا استبينا على البيكاب. يا عيني عليك، خير ما بتساوي، الله يجعلها قيت الرزق. تسلم. قد ايه مصرياتها هي؟ خيو هي قديش حقها بشحمها؟ شو بعرفني انا؟ يعني شي مليون و200. لك ايه هدول هن وفوقهم حبه مسك. لك شو حبه مسك؟ حبيبي البيكاب مستعمله ومهرهره ومحروق حرق. لك عمي انت وين عايش؟ لك الدولار عم يزلغط زلغطه. يا عم بتطلع روحي لحتى اجيب لكم السياره من هدول. ليك معتصم، حارتنا ضيقة وأنت قاعد عم تتشاطر علي، السيارة مسروقة وأنت بتعرف لوين رايحة، ولسه عم تقلي دولار وزلغطة. لك حبيب قلبي لأني بعرف لوين رايحة عم بحكي معك هالحكي. مطرح مالك آخذها للسيارة إلا بي تشتغل معك مدني عسكري. أخي إذا بدك إياها خذها، إذا ما بدك إياها اسنحها والله معه. حبيبنا هاي مليون و200، خلص لي أموري وخليني أتيسر. دوبني لحق ظبط هالسيارة وابعتها على حلب. لك والله ما بعرف شو بدي أقول لك. المشكلة إنك موان على هالرقبة لك موفا. الله يجعلها آية الرزق. شرف عمي. ولك إن شاء الله بتهرسني بمدقته وبترشني سماد على وردة حبينا. شكلستي المطبخ؟ إن شكلست المطبخ صار مثل النفجة. ايه بدي اياكي خدامتك انا. شو صار بينك وبين همو؟ اجت اليوم وعاينت البضاعة. ايه وامتى ناوي تعطيها اياه؟ شو اعطيها اياه؟ شاب في من وراه رزقة ملايين، سلمه للست هموم ب400,000، بس اذا اهله ما دفعوا سلمها اياه. ايه معك حق تقبرني، ما بتوفي معك بنو. ايه لك ما بدك تشوفي شو جبت لي؟ اي طبعا بدي. قولي قولي. اي والله
قلبي الصغير لا يتحمل. هذا عطر للأميرات بس بخي بختين وشمميني يا شو. تعيش المميني قولي شو هالكفة؟ شو هالكتابر قلبي هالإيد المخبار؟ والكتابر قلبي شو رجال وقبضاي وعضلات لك أخ؟ تعي أحكي لك حكاية تاني ومشي تاني ومشي غيره قولي يا زلمة خاطر لا حس ولا خبر ولا شيء. سكر الباب وفوت. شو صاير معك؟ ما في شيء. لك حاجة تقول ما في شيء شو يعني ما بعرفك. مبين عليك مكركب. لقيت غريمة بي. شو هالحكي؟ كيف وين احكي لي شو؟ كان في واحد عم يتابع لي الموضوع واخر شيء لقى. نعم بعد كل هالسنين انا من اول ما تعرفت عليك وانت عم تدور علي. ايه ولدها فاتح معمل ثلج وعامل فيها شيخ دين ايمان وتقوى. نعم نعم بعيونه. مزبوط هو في عمى بعيونه الزلمه ما بيشوف. طيب هلا شو ناوي تعمل؟ ما بعرف لك قد ايش صار لي عم دور عليه لحتى الاقي. لما لقيته طاعت أكتر يا رجل. بتروحي على أوضتك البسي حاجتك جنان بقى فوتي خلصيني. وأنا عم أقول لك ما بدي ألبس وتكلي. شوفي مين في عنا؟ عنا جماعة طالبين حنين. ليش شو عاملين ليه؟ أنه فرق أبي مين؟ جوازي أبي جوازي شو بنا رفيق؟ جماعة من طرفي مخرطشين على كيفك. روح روح انت اللي بيفوت لعنده روح روح. شو أمي؟ أعزونا غرض عليكم بتعرفوا البلد وظروفها وأحوالها وقيادة واجتماعات الواحد عم يقدر يظبط وقته. تفضل. ايه والله شرفوا شرفوا. أهلين سألي الأخ رفيق بابا. بابا رفيق؟ اسمه رفيق ومطلي. الحمد لله على كل شيء. مطلي؟ أنا ممكن أعرف ليه؟ من آخره أبي مرته انشقيت. شقيت؟ اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار. يا أرض السلام يا أرض السلام معلش لك الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر دقنا القهر مثل الشجر من موت وما مننحيق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا
تمر بطيفها وتسكن الأحلام، جميلة محبها واسمها شآم، ويمر بطيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم.